السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين شات جي بي تي وكلنا استخدمناه وهو بيتكلم على كل حاجة. طب ايه رأيك لو انت عايز تتكلم في حاجة متخصصة شوية؟ معنى ايه؟ معنى ان انت راجل مثلا متخصص في القانون المصري، فانت ممكن تعمل شات جي بي تي خاص بيك ما يفهمش حاجة غير في القانون المصري. عبارة عن ايه؟ ان انت بترفع الملفات البي دي اف اللي عندك، تديله المواقع اللي انت عايزه، هو يجاوب بس من خلال الجزئية دي. يعني على سبيل المثال ممكن ترفع الكود المصري للبناء، وترفع كل حاجة خاصة بالحريق، كل حاجة خاصة بالكهروميكانيكال، وتقول له والله أنا عايز المسافة من كذا لكذا، عايز مثلا مسافة بين السلالم، بين الأسانسيرات، الحاجات المسموح بيها، السبرينكلر، كل الحاجات دي جاوب عليها من خلال الكود المصري بس، ملوش دعوة بالكود السعودي، ملوش دعوة بالكود القطري، ملوش دعوة بالكود الإماراتي. فدي بقى الميزة، إن هو يجاوبك على الحاجة اللي أنت عايزها، الحاجة اللي موجودة في المنهج بتاعك. ممكن تكون شغال في مشروع، فترفع الحاجات الخاصة بالمشروع دوت وتقول له طب أنا عايز أعرف السعر كام، طب أنا عايز المساحة كام، كل الحاجات دي. هو بقى يبدأ إن هو يديك المعلومات ديت. تمام، كتبت رفيق دوت اي اي اهوت، وتبدأ بقى إن أنت تسجل اللوج إن وتبدأ إن أنت تتعامل معاه. اهوت كده انت دخلت شات جي بي تي، بس هيبقى الحاجة خاصة بك انت، بحيث ممكن تديله فايل او تديله موقع او تديله كتب معينة، هو يبدأ ان هو يشتغل. وتقدر تقول له برايفت او بابليك، هو مرتبط بشات جي بي تي، فلو قلت له برايفت خلاص الملفات دي مش هتروح لحد تاني يكون بيستخدم شات جي بي تي. لو قلت له لا بابليك، يبقى كده المعلومات دي هيستفادوا منها هم كمان، اي حد هيستخدم شات جي بي تي هيستفاد من المعلومات بتاعتك. فهو بالنسبه لاي حد هيوفر له وقت، يعمل له دراسات اكاديميه، يعمل له ملخص للحاجه، يساعده في تنظيم الداتا بتاعتك. فاتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله.